بعد كل هالحفلات الحلوة اللي كانت بفورتنايت بمود البارتي رويال واشياء كتير وناس يعني عالية جدا ودي جي امير كان عاليين جدا، في شي جديد قادم معنا وحفلة جديدة قادمة معنا لهدول الزواحف اللي صغارين امامكم البي تي اس، انا ما بعرف الفظ اسمهم بس هلا كل شي نحن نحكي عن هدول الزواحف ولح ينزلوا الرقصات جديدة وكل شي رح نحكي بالنسبة للاضافات اللي حتتم مع هدول لما يجوا معنا للعبة فورتنايت. وشغلة تانية عن تحديث 14.20، شو التحديثات اللي حتصير فيه وشو رح يصير قبل الحفل او بعد الحفل، يعني كتير اشياء مرتبطة مع بعض ان شاء الله بهذا الفيديو اللي حنحكيها. فلما بلش الفيديو تبعي لا تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس اذا انت اول مرة تشاهد الفيديو على القناة وتحط لايك وتكتب تعليق لانه تعليقك بيهمني جدا مشان الفيديوهات ومستوى الفيديوهات وكود دعم بالاتم شوب نيمو 9 لو حابب تدعمني ويلا مع بعض. فلا والله بسكان الطابة الارضية وفيديو جديد. هلا اول شيء خلينا نحكي بالنسبه للتحديث الجديد، التحديث الجديد يا شباب اللي هو 14.20 نحكي عليه امتى جاي وشو رح يصير بعد منا احكي لكم على هدول البي تي اس الزواحف. فخلينا نحكي هلا بالنسبه للتحديث، بالنسبه للتحديث 14.20 يا شباب، تحديث 14.20 ان شاء الله رح يجي معنا يوم 22 سبتمبر او يوم 23 سبتمبر، يا يوم الثلاثاء يا يوم الاربعاء، يعني بعد كم يوم من تصوير هذا المقطع من يومين. طيب يا نيمو انت شو بعرفك انه هذا التحديث رح يجي اكيد او لا؟ بالنسبة لهذا التحديث يا شباب هلا ان تحديات الاسبوع الخامس موجودين داخل ملفات اللعبة، ولكن في شيء هلا بالنسبة لهدول الزواحف اللي رح يجوا معنا، هدول يا شباب لما يجوا رح يجي معهم رقصتين، فالرقصتين لحد هلا مو موجودين ملفات اللعبة، فشي طبيعي انه يصير في تحديث لانه بده يكون في اضافات بالنسبة لحفل الدايناميت تبعهم، ورح يكون في اضافات بالنسبة للرقصات تبعهم لانه رح يكون لهم رقصتين باللعبة، فمشان هيك لازم ينزل تحديث مشان الرقصات ومشان القصص، هي من وجهة نظري انا، ولكن ما بعرف فورتنايت هل هي منزل شغلات ومشفرتها ما حدا بيعرف، ولكن ملفات اللعبة ما في شيء بدل عليهم او شيء، فان شاء الله التحديث القادم متوقع يكون بين 22 سبتمبر ل 23 سبتمبر وممكن يكون حجمه طبيعي مو كتير يعني مثل التحديث الماضي لان التحديث الماضي ضافوا كتير شغلات جديدة واماكن وهيك. فالتحديث الثاني اللي هو 14.20 رح يكون عادي مثل ما حكينا ان شاء الله، واعتذر على الاعادة، يوم 22 سبتمبر و 23 سبتمبر. خلينا هلا بالنسبة لهدول الزواحف اللي هن دايناميت اللي هن فرقة بي تي اس، هلا هدول ما بعرف اذا انا عم بلفظ اسمهم صح بي تي اس، ولكن هدول انا مشان كون صريح معكم يعني انا ما بحبهم ولا بحب اتفرج عليهم ولا بحب اسمعهم ولا بحب شوفهم، ما بعرف ليش يعني سبحان الله ما بقدر بنوب شوف هدول الناس يا شباب. هاي الفرقة اللي ظاهرة امامكم رح تعمل حفل جديد بمود البارتي رويال، رح تطلق فيه غنية جديدة باسم الدايناميت ورح تعمل حفل باسم الدايناميت ورح يصمموا ستيج داخل البارتي رويال كمان باسم الدايناميت، يعني البونهم غنيتهم كل شيء حفلتهم رقصتهم كل شيء رح تنزل معنا. الحفل ان شاء الله رح يكون يوم 26 سبتمبر يعني يمكن بعد التحديث، فمشان هيك انا عم قلكم في تحديث هذا الشيء طبيعي جدا. ان شاء الله الحفل رح يكون معنا يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر الساعة 6 صباحا، الساعة 6 صباحا بعد وش الصبح يعني، يعني مجرد ما يقلب اليوم 26 سبتمبر 6 الصبح يعني بعد منتصف الليل بست ساعات هيك انت بتشوف الحفل، ان شاء الله 26 سبتمبر الساعة 6 صباحا بتوقيت الرياض. يعني هلا هو مبدئيا وقت الحفل سخيف جدا ومو ظابط بنوب بالنسبة لنا، وبيقولوا لك سارع بالدخول الى الحفل الملكي للنسخة الراقصة مع عرض عالمي ومدري شو لفرقة الزواحف البي تي اس هدول والمصاوة دانمت مدري شو، هذا كله من على صفحة ايبك جيمز. وفي شغلة تانية انه في كمان رقصة جديدة رح تنزل صممتها فرقة البي تي اس هدول الزواحف انه هن صمموها ورح تنزل معنا في فورتنايت، رح تنزل في فورتنايت يوم 23 سبتمبر هيك عم يقولوا الشركة او يوم 24 سبتمبر حسب منطقتك الزمنية، يعني بالنسبة لنا للرياض مثلا او السعودية يوم 24 سبتمبر الساعة 3 الصبح وقت تتغير ايتم شوب يوم 24 سبتمبر، فما بعرف بده تحديث الوضع لازم يكون في تحديث لانه اجباري التحديث لازم يكون معنا. مثل ما حكينا التحديثات يوم 22 23 فهي الرقصة المفروض تنزل بايتم شوب يوم 24، فبعد يومين من التحديث لازم يكون في تحديث لأن الرقصة مو معنا بملفات اللعبة، والرقصات مدري شو رح تكون انك انت رح تاخدها وتدخل فيها للعبة، طبعا رح يكونوا مو بشكل مجاني رح تشتريهم ورح يكون عليها الغنية طبعا كوبي رايت تبعها وكل شيء فيه كوبي رايت. وفي شغلة جديدة هلا صارت معنا بالنسبة لهي الحفل أول مرة بتصير معنا، حفل الدايناميت هذا يا شباب عم يقولوا عليه انه هو رح يكون فيديو مصور ومدري شو، فصمموا ماب بالكرياتيف رح تكون يوم 22 سبتمبر رح يكون معنا الكود تبعها، يعني بعد يوم تسجيل هذا المقطع بتحط هاي الماب بالكرياتيف وبتفوت وبتلعبها، ما بعرف شو بتساوي يعني بتفوت تتفرج على الستيج وعلى الاستديو تبعهم ومدري شو هيك، يعني بتتفرج على شغلاتهم اللي هن عاملينها هدول الزواحف، فهي ان شاء الله يوم 22 سبتمبر طبعا انا رح احاول اجربها، يعني احاول اجربها على البث المباشر اذا لقيت الكود طبعا
ويمكن ما جربها لاني الصراحة لا بحبهم ولا بقدر اشوفهم ولا بقدر اتفرج عليهم ولا بقدر حتى يعني ما بعرف يعني اذا شفتوا شافوني بالطريق لا يسلموا علي. فهيك نحن بنكون حكينا عن تحديث 14.20 امتى نازل وعن حفل الزواحف هدول البي تي اس ان شاء الله اللي قادمين معنا. ما يكون عجبك المقطع ولا حدا يزعل من كلمة الزواحف لانه الصراحة ما بعرف الفظ اسمهم وما بعرف شو هي كلبوب كلبيابا مدري شو بيقولوا عليها على الفيسبوك كلبوبة وهيك هاي القصص كلها انا ما بتابع بنوم مو بطيئة ابدا 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 ولا حتى شغلت بالي اني هلأ انا شوف اسمها الحقيقي ولا هيك. انا بقدم على الجيم على فورتنايت فانا قلت لك انه فورتنايت في حفل مو اكتر منك ورجيتك صور ورجيتك فيديوهات ورجيتك كل شيء فما حتوقف على الاسم. شكرا لكم يا شباب قدام بلاتهم شوب نيمو 9 وبرعاية الله. هو 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 ايوه يا ابن العربية يا ابني يا ابن العربية 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 يا مظهر لك العربية العربية لك مزار العل لك تعال يا بوي ايزي كيل اقسم بالله سكار العربية يا مزار العل لا السيارة يا اخي يا اخي يا قلبي لك طلق السولت طلق السولت العربي لك السيارة طلق السولت لك مش بقدر مش بقدر يا ربي ولا 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 يا جريتشات واحد تحت بص بص الواد خوت بص بص شوف 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 الواد الواد الصراحة نوك ابلع ابلع بدنا احتراف يابا باللعبة هاي احتراف يا هاكر بنخش معاك وانا بجيب لك العربية ونظبط بدي عربية لك يا مظهر بشهر الله السيارة يا مظهر عمر قل له عمر دق له اتصل فيه يقول لك بدي طلق بدي طلق بدي طلق يا بوي اقتلهم شان الله يا مظهر اقتله اسبام يا جماعة انت ما ما معي طلع لا لا يا مظهر انا حفضل كده محشور يعني ليه عايز يا واحد فوق الطيارة معقول ما عاد في واحد هيك طبيعي ماشي يعني بس ها بس سيارة هات لحاله شو بدي فيه هلا هدول اخي شو بعد انت اطلع صدمة كبيرة صدمة كبيرة صرت تحت الارض
ما قدرت اوس، ما عملت شيء. الله على الجليتش وكلب لوك. صدمه تعلق تعلق تعال لوك تعال قبل ما انزل بالارض مشان الله. تعال تعال قبل ما افوت على الارض. خلينا نزوم التلفزيون.